باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الأحباء، ببركة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر الكلية الطوبة وجزيل الاحترام وتوجيهات سيادة الوكيل البطريركي الأسقف أفران معلولي، أتوجه إليكم بهذه الكلمة المقتضبة مؤكدا لكم محبة ورعاية آباء الكنيسة لكم. إنهم يرفعون تضرعاتهم إلى الرب القدوس من أجلكم ليحفظكم من كل شر وسوء وأذية. إن الكنيسة أيها الأحباء حريصة على سلامتكم الجسدية والروحية والنفسية، لذا قررت أن تعلق مشاركتكم في الخدمات ضمن الكنائس، لكنها في الوقت ذاته سهلت لكم المشاركة في الصلوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا صفحة البطريركية للفيسبوك. استفيدوا من هذا الوقت واجعلوا من بيوتكم كنائس صغيرة تقيمون فيها الصلوات. ارفعوا بخوركم أمام الله الحي، أضيئوا شموعكم من أجل نور حياتكم، وتضرعوا إلى الرب أن يحفظ أولئك الذين يقومون بخدمتكم ويحاولون تخفيف تفشي هذا الوباء. اذكروا أيضا المساكين والفقراء والمعوزين والأرامل في صلواتكم، ولا تنسوا أعمال الرحمة. أيها الأحباء، لا شيء يفصلنا عن بعضنا البعض، لا الجدران ولا المسافات، لأن محبة الله تشملنا جميعا أينما كنا. ألا قصر الله هذه الأيام؟ تشددوا بالرب واتكلوا عليه لاجتياز هذه المحنة. المسيح قام حقا قام.